عن الانفلاميشن والفيبروز. خدنا قبل كده في كتاب الشست انديكيشنز ان احنا ندي انتي تيبيركلس بلاكس متجمعين هناك في كتاب الشست. في الكتاب صفحه كده بتاعت مالينجنت اسايتس. الحقيقه ده حاجه مش مهمه بس اعرف مالينجنت اسايتس يعني اسايتس بسبب مالينجنسي. اول سؤال ترانسيدنت ولا اكسيدنت؟ اكسيدنت من واحد من اثنين. المالينجنسي مالينجنت سيلز ازاي تيجي في البريتونيوم؟ يا برايمري يا سكندري. مين مور كومن ان يجي مالينجنسي في البريتونيوم؟ سكندري از ماتش 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 مور كومن عن البرايمري. الميتاستاسيس البرايمري ممكن نتيجه اورجانس كتير لكن السكندري ماتش مور كومن اللي هي الميتاستاسيس. من واحد من اثنين. كلينيكال لو كان في برايمري يقول الكلينيكال بيكتشر بتاعته دي حاجه سيرجيكال اكتر منها حاجه ميديكال. نمره اثنين نوع المالينجنت اسايتس زي ما قلنا في البلورال قبل كده يبقى ماسيف ورابيدلي اكيوميليتنج افتر داتا. وفي كلاكيع كده مكتوبه ليها فوت نوت تحت في الكتاب اسمها سيستر جوزيف نوديول. لو حسيت بايدك في الاسايتس ده تلاقي بطنه كبيره تلاقي في كلاكيع كده حوالين امبلايكس مالجننت ان نيتشر اسمها سيستر جوزيف نوديول. انفستيجيشن كلمه واحده تابنج تطلع فيها مواصفات مالجننس ازاي يعني؟ ماسيف هيموراجيك مليان مالجننت سيلز بعالجه بالياتيف نقطه. سبحان الله المالجننسي اللي ضرب في البريتونيوم بيبقى العلاج بالياتيف. بالياتيف ازاي؟ تابنج للاسايتس بس كمان ممكن تحقن جوه البريتونيوم انتي كانسر سايتوتوكسيك. ممكن حد يقول زي لما عملنا مع البلورال والبريكارديوم نحقن تتراسايكلين بس الحقيقه دي صعبه لان البريتونيوم حجمه كبير جدا ما ينفعش قوي التتراسايكلين يبقى له قيمه قوي في الاسايتس هنا زي ما كان ليه قيمه في البريكاردايت في البريكارديوم وفي البلورال. كنا هناك بنحقن تتراسايكلين عشان اقفل البريكارديوم والبلورا فما يجمعش ده. هنا الإجابة إن إحنا بنعمل تابنج للتنس أسايتس نفضيه كل شوية باليتيف عشان يريح نفسه. نمرة اثنين علاج الكوز. طب وعلاج الكوز اللي هو إيه؟ إنك تحقن جوه البريتونيوم أنتي كانسر سايتوتوكسيك كيموثيرابي دي باليتيف وده حاجة فيري أن إمبورتنت لأنها مانيفستيشن لمرض موجود. فأكتر حاجة بتعمل أسايتس من نوع المالجنسي هي ميتاستاسيس سكندريز ميتاستاسيس. الاسايتس كلينيكال بس تهتم فيها جدا جدا بحاجتين. اسايتس ليفر سيروسس اللي قلت علاجها من شويه ونمره اثنين تيبيركلس بيريتونايتس. التيبيركلس سؤال على اعلى درجه من الاهميه اللي في